في احد احياء مدينه حمص، في احد المعاقل لثوار مدينه حمص اثناء اشتباكاتهم مع قوات الاسد. بعد ان اخلص جميع الثوار النيه لله عز وجل، ولم يعد اتكالهم واعتمادهم الا على رب العالمين وحده، وامدهم الله سبحانه وتعالى بمعجزات فعلا بمعنى الكلمه خلال حصار فرضه عليهم الجيش الاسدي من اربع جهات. احد هذه المعجزات هو هذا الجوب الذي امدهم بالمياه خلال فتره دامت حوالي 15 يوما. طبعا بعد ان اطبق عليهم الحصار من كل جهه ولم يعد امام الثوار من حل ايجاد الماء، كان هذا الجب العربي الذي سبحان الله امدهم بالمياه ومياه الشرب لفتره 15 يوما التي امتدت من الحصار. دير عربي يعتمد على الطريقه التقليديه في سحب الماء، طريقه الدلو. يعني هذا مما وجدوه بالصدفه طبعا بعد ان عجزوا عن ايجاد حتى مياه الشرب في هذه المنطقه. احد جبهات الثوار واحد جبهات المقاومه في مدينه حمص. الحمد لله رب العالمين اوقع الشباب خسائر كبيره في قوات الاحتلال الاسديه. كان بجيبي اجماع الجميع ان هذا لم يكن بمجهودهم، لم يكن بفعلهم طبعا، انما هناك كان قوه الهيه امدتهم بهذه المدد الرباني بعد ان عجزت جميع قوى الارض ان تقف بجانب هذا الشعب المظلوم، بجانب هذا الشعب الذي نكل به ابشع تنكيل من قبل هذا النظام العجيب. الامر لم يتوقف عند مساله المياه فقط، ابتدى الامر ليشمل مساله الطعام ايضا، حيث اعتمد الشباب على الطرق البدائيه لايجاد الطعام. وفي ظل كل هذه الاجواء التي كانت تتسم بالصعوبه والخشونه والقسوه، كانت معنويات الشباب لا تقارن، معنويات عاليه لله الحمد. كلهم خرجوا وقد وضعوا ارواحهم على كفهم ونصرا على هكذا نظام لم يتورع عن قتل الاطفال والنساء والشيوخ، وارتكب جرائم لم يعرف التاريخ مثيلا لها. طبعا النظام بعد ما حاصر الشباب من اربع جهات راهن على موت المجاهدين عطشا وجوعا. يعني الجنود استغربوا، العساكر اللي حاصروا الشباب استغربوا انه الشباب صمدوا فتره 15 يوم تقريبا، بحدود 15 يوم. نعم. فهن باللي عندهم انه ما في مي، هذا البئر نوجب عن طريق الصدفه. فباللي عندهم انه ما في مي. كل يوم الثاني بيعملوا اقتحام، بيحاولوا يتقدموا، بيلاقوا المقاومه من قبل الثوار، من قبل الشباب بتكون شرسه. فبيستغربوا هذول ما عندهم مي ولا في عندهم اكل، يعني كيف رب العالمين هيأ لهم؟ يعني شو صار معاهم؟ يعني رب العالمين هيأ لنا بس انه اساسا ما بيعملوا بالله عز وجل. في يعني احد الايام كان علينا هجوم يعني مباغت من الصباح الباكر، يعني جاءنا الهجوم عباره عن دبابات شيلكا ودبابات 72، فكان القصف يعني عنيف جدا لدرجه انه الشبابيك والابواب انفتحت من شده القصف. فجينا انا والشباب يعني اجمعنا انه نسكر الباب بحيث انه كان الجيش قريب منا جدا، راح نتقدم يعني بكل اريحيه وبرودة اعصاب لنسكر الباب. فخرجنا يعني مع انه القصف كان عنيف ويعني طلقات الرصاص عم تفوت من الباب، رحنا تقدمنا لعند الباب وسكرناه. بعد ما سكرنا الباب واحكمنا اقلاقه احنا نسمع حديث الجيش، فسمعنا العسكر يقول للضابط، يقول له يا سيدي هذول الدبابه عم تقصف والرصاص يعني منهمر عليهم وعم يسكروا الباب، هذول مو هم بشر، هذول جن. فسمعنا الضابط عم يعطي امر بالانسحاب. يعني هاي احدى الشغلات اللي صارت معنا. تقاسم الثوار أدوارهم وعاشوا خلال فترة حصارهم كعائلة واحدة. لمت شملهم آلام وطنهم النازف وجراحه العميقة. رئيس ها صار شاب ولا اثنين؟
أحاط بهم الدمار وقناصة احترفوا القتل من كل جانب، لكن ذلك كله لم يمنع القدر أن يقف إلى جانبهم بكل قوة. المنطقة اللي نحن موجودين فيها يعني كبار السن وكبار أهل المنطقة الموجودين هون قالوا إنه هذا الجب العربي الوحيد بالمنطقة اللي حالياً فيه مطر، يعني أغلبية البئر العربية أغلبيتها نزحة. هذا البئر العربي الوحيد الموجود بالمنطقة فيه مي، طبعاً عن طريق الصدفة وبيد عصابات الأسد انكشف. رب ليجي بالغلط وانكسرت البلوك وزاحوا طبعاً كبير سبحان الله. يصد الثوار محاولات الجيش الأسدي المتكررة لاقتحام مقرهم، لتنطلق بعدها صيحات حناجرهم مختلطة بنشوة الانتصار مرددة هتافاتهم الجميلة والتي ما فارقتهم يوما. يحل المساء، فيلتزم قسم من الثوار حراسة رفاق السلاح والذين لن يضيعوا الفرصة لأخذ قسط من الراحة وإقامة الأذان ثم الصلاة في جو روحاني جميل لا تعكر صفو تراتيله إلا قذائف جيش النظام. اللهم إنا نرجو منك جهادا في سبيلك.
أعوانه خطأوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد صب عليهم يا ربنا سوط عذاب اللهم لا ترفع لهم غاية واجعلهم لمن